وانت كمان وحشني، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، برحب بيك وبكل المشاهدين. كل سنة وانت طيب، ومبروك الانتقال للانتاج الحربي. الله يبارك فيك، كنت طيب يعني، واتمنى يا رب ان شاء الله تكون انتقال خير يعني باذن الله، واضيف النادي انتاج نادي كبير ونادي محترم، واتمنى اكون اضافه ليهم ان شاء الله. كانت خطوة متوقعة انتقالك من الجونة لأي فريق آخر في ظل عدم مشاركتك بشكل منتظم، يمكن مباراة واحدة طول الموسم لحد دلوقتي، مش كده؟ اه بالظبط، يعني هو كان متوقع، لان انا يعني انا دايما بحب ان انا اكون موجود في الملعب واحب اشارك، وظروف يعني حكمت بكده، فحاولت يعني ان انا اجتهد في الفتره اللي فاتت، ما لقيتش في نصيب وكده، فالحمد لله يعني الواحد بيسعى ان هو يبقى دايما موجود ودايما بيشارك، طالما الحمد لله يعني مسيره الواحد بتسمح ان في انديه بتبقى عايزاني وكده، الحمد لله كنت محظوظ طبعا بعرض نادي الانتاج ليا وكده، والواحد سعيد بالخطوه دي، ان شاء الله تكون خطوه مناسبه باذن الله. ليه ما كنتش بتلعب؟ ايه الظروف اللي ما خلتكش تلعب مع الجونه الموسم ده؟ الموسم اللي فات كنت طول الموسم بتلعب يعني. بالظبط، انا السنه اللي فاتت كنت بشارك دايما الحمد لله يعني، و مع يعني وجود باسم علي في النادي كانت المشاركه، انا حتى في الاول لما باسم جه ما كانش عندي مشكله خالص، قلت يعني ما فيش مشكله، وباسم لعيب كبير ونجم ولعيب جاي من النادي الاهلي، بس انا ما فيش مشكله خالص ان يبقى منافسه معاه وتبقى في مصلحه الفرقه يعني، ما لقيتش ده للاسف يعني، ما حسيتش بالمنافسه يعني، انا لو كنت بقى يعني انا كنت قاعد بمنافسه يعني ما كنتش هتضايق او كده، او ما كنتش، بس هي انا ما كانش في فرصه ان انا اثبت نفسي، او ان انا اوريدي لعبت السنه اللي فاتت وكنت بادي بشكل كويس، فما فيش اولا الداعي ان انا ما الاقيش الفرصه، وما فيش برضه الداعي ان انا يعني اقعد كل ده، فما حسيتش بوجود في منافسه بيني وبين باسم، فده خلاني اخد القرار يعني ان انا اشوف حاجه في شهر يناير، والحمد لله يعني الواحد كان مطلوب، والحمد لله يعني انا خدت خطوه كويسه ان شاء الله، اتمنى ان هي تكون ببارك لك افضل. عليها مره تانية. طبعا الانتاج الحربي فريق يعني الموسم ده والمواسم اللي فاتت يعني بيحاول ان هو يتقدم في المراكز، يمكن مركزه دلوقتي المركز الثامن في الدوري، لكن دي اول مره تتكلم من فتره طويله، وبالتالي هي المره اللي ممكن تاكد فيها او تنفي الكلام اللي اتقال على هسميها خناقه قامت ما بين احمد علي وما بين الكابتن حسام غالي مدير الكره في نادي الجونه. لا هو انا بص انا ما يعني معروف الكابتن حسام غالي قامه كبيره وتاريخ كبير في الكوره، فطبعا ما فيش مشكله حصلت خالص، هو دايما بتلاقي تنشانه كده بتحصل، يعني ممكن يحصل تنشانه، ممكن يحصل حاجه رد فعل بيكون قوي شويه، بس اللي حصل ما يوصلش لفكره الخيانه الخناقه والكلام ده، لا ما حصلش حاجه من ده خالص، والعلاقه بيني وبين كابتن حسن كويسه جدا يعني. مبروك مره تانية يا كابتن احمد الانتقال للانتاج الحربي، وربنا يوفقك الفتره اللي جايه سنتين حبيب ونص. حبيب حبيب شكرا جزيلا، وربنا يخلي لك القمر اللي معاك انا حبيبي. اسف جدا، معلش شكرا معلش. جزيلا ليك. طيب خلينا